متابعينا في كل مكان، أجواء جميلة جدا هنا، ونتمنى بأن تكون مباراة رائعة كذلك. من كبيرة التعليق معكم فارس عواض، واليوم نحن على موعد مع مباراة السيمي فاينل لهذه البطولة. ضجة إعلامية كبيرة صاحبت هذه المباراة حتى قبل انطلاقتها. الآن الإثارة وصلت إلى ذروتها، المتبقي أربع فرق فقط، والتنافس أصبح على أشدة بينهم للوصول للمباراة النهائية. من يكمل المشوار حتى النهاية؟ الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق. تقدم إلى الأمام مع الكثير من الخير، كرة هدف في هذه اللحظات، الكرة في المرمى، هدف أول في السيمي فاينل، المباراة تشتعل، التأهل للنهائي أصبح على المحك، والأجواء أكثر إثارة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تحول في الاستحواذ في هذه اللحظات، تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. لكن في النهاية لم تسفر عن أي شيء. إبراهيمي، صارت عند تورام، تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم، لكن لم تكن خطيرة كما توقعنا. يتدخل ويقطع الطريق، ضاعت الفرصة، يفقد الكرة. ضاعت السيطرة، فرصة واحد على واحد الآن، فرصة هدف محقق. يا رب، كرة في المرمى وهدف يوسع الفارق إلى هدفين الآن. نشوف الهدف من جديد، شوف الروعة، شوف التفاهم في التمرير، شوف الوقت المناسب لاتخاذ القرار. الله على هذه اللقطة، فلنشاهد الهدف في الإعادة مرة أخرى. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة للهدفين مقابل لا شيء. بحاجة إلى تمريرة مفتاحية في هذا التوقيت، لكن تنتهي الخطورة هنا للأسف. ينجح في اعتراض التمريرة، رويس
الاحتفاظ بالكرة في مكان ممتاز، عمل ممتاز. طارش ممكن للتصدي لهذه الكرة، تشتيت الكرة بعيدا عن المنطقة. شوف استعادة الكرة، دانتي رمي التمام في هذه اللحظات. لكن خلاص تنتهي الخطورة هنا. تاكلينج مميز ويستعيد اللقطة. لحظات وتنفذ رمية التماس. خلص ويبعد الخطورة من مناطق قريبة. استعادة للكرة في الثلث الأمام. أوه تصويبة، برافو للمدافع، خلص الكرة. كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية. هجوم يبدو واعدا في هذه اللحظات. فرصة لإرسال كرة في الشباك. اعتراف ممتاز للتسديد على المرمى بانتظار قرار تأديبي من حكم المباراة. حضراتكم مشاهدينا مع ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. والتسديدة، تسديدة قوية تمر على المرمى. كانت بحاجة لبعض التركيز في اللقطة الماضية، محاولة جيدة في الإجمالي. جيد حقيقة. فشل في الحفاظ على الكرة. تذهب إلى رمي التماس. واضح بأن المدرب سيجري تغيير في هذا التوقيت. الملعب والحكم يحتسب ضربة الزاوية. فشل الفريق في تحضير اللعب. والآن يفقدون السيطرة. كبير من حالة الدفاع في التغطية. شوف الكرة مع المهاجم الآن. بيعدي وبيمر بالكرة. والهدف يأتي، والكرة من جديد تحرك الشباك وتوسع الفرق لثلاثة أهداف. نشوف من جديد، نتابع مرة وثنتين. يا سلام على التسديدة على الماشي، على الطاير من اللمسة الأولى. نظرة أخرى نشاهد من خلالها كرة الهدف. ثلاثة أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية. تقدم مريح جدا بثلاثة أهداف كاملة. والكرة عند عطال.
يتمكن من اعتراض الطريق. انتهت خطورتها ولم تسر على اي شيء في النهايه. يتمكن من استعاده الكره. لكن تنتهي اي خطوره ممكنه هنا. طاق متقدم استخلاص الكره. يتدخل وينجح في استعاده الكره. والكرة عند عطال. الكرة تعود إلى الخصم، لكن لا تكتمل هذه الفرصة هنا. كانت فرصة في هذه اللحظات، لكن ضيع الكرة. من الصعب انك تغلط حارس المرمى من هذه المسافة. محاولة من مسافة بعيدة لكن خارج المرمى. قرار هنا بالتبديل وبالتالي التوجه الى مقاعد الاحتياط. يتدخل ويستعيد الاستحواذ. تبقي 5 دقائق على نهاية أحداث اللقاء. رويس. الله على التصدي. خلاص انتهت الخطورة وبالتالي ضاعت الفرصة. سددها. مستحيل ان تضيع الكرة بهذا الشكل، كرة كانت مركونة تلعب امام المرمى، لكن تذهب بعيدة جدا عن الشباك. والتدخل الناجح هنا في الاعتراض. تنطلق الان صافرة النهاية لتعلن تأهل أصحاب الأرض إلى المباراة النهائية من البطولة. أداء استثنائي في السيمي فاينل، سيطرة مطلقة على الفريق الخصم من البداية للنهاية، استغلال للفرص أمام المرمى، وكأنها لم تكن مباراة نصف نهائي، الآن هم في النهائي والكل عين على اللقب بعد الأداء الكبير اللي ظهر من خلال الفريق في مباراة اليوم.